نعم هنالك إعلام معادي وخاصة فيما يتعلق بمسألة الجزيرة، وطبعا خلاف الجزيرة هنالك الآن جهات أخرى، ولكن الجزيرة هي التي يعني تركيزها الأساسي هو معاداة السعودية. منذ مجيء حمد بن خليفة أو انقلاب حمد بن خليفة على أبيه ووصوله إلى سدة السلطة، والهدف أساسا هو إيش؟ هو المملكة العربية السعودية، لأنه لديهم أطماع، ولا أقول طموحات، أطماع في أن تكون قطر دولة إقليمية عظمى بشكل أو بآخر، لكن لا يستطيعون ذلك بوجود المملكة العربية السعودية. اللي هو المسؤولين في قطر أخذوا في بالهم أن هذا السكوت السعودي وهذا الحلم السعودي هو عبارة عن ضعف، فبالتالي بدأوا يرفعوا المستوى شيئا فشيئا، حتى وصل إلى أنه أصبحت الجزيرة، أنا أقدر أسميها مو بس للإرهاب، هي الموقع الرسمي لبث الإرهاب ونشره في السعودية في المقام الأول. للأسف كان هذا خطأ، إعلامنا كان مقصر جدا، يعني كان بالإمكان مثلا أنه إيش، أني أرد على الجزيرة بإعلام مضاد بنفس أسلوب الجزيرة، أرد عليها بإعلام مضاد، ممكن أسوي مثلا قناة إعلامية أكشف ما يجي في قطر، ابحث عن الهدف البعيد. الهدف البعيد هو إسقاط النظام السعودي، تقسيم السعودية إلى آخر ذلك. الهدف ليس إعلاميا فقط، الهدف سياسي وسياسي بعيد المدى. هذا مما يدلك على أن كل القضية مفتعلة ومسرحية هزلية بالفعل. هذا ما يحدث هو اللا معقول، واللا معقول بالنسبة لقطر وقناة الجزيرة والأشياء ذا هو ما يمارسونه فعلا. لا أقلل، هو مواطن سعودي والحكومة السعودية أنا واثق أنها تبحث عنه فعلا، لكن بالنسبة للحكومة التركية الاتهام يوجه لها بماذا؟ أنها هي المسؤولة عن الأمن في بلدها. وفي الآونة الأخيرة أصبحت تركيا ساحة للقتل، ساحة لأشياء يعني كثيرة، مقتل السفير الروسي، مقتل مش عارف إيش، يعني أصبحت غير آمنة بشكل أو بآخر. هنا المشكلة، تبدو مسرحية هزلية ضعيفة السيناريو. يعني لو واحد مثلا أردت أن لو حبيت أسوي فيلم عن هذه المسألة وسويت السيناريو هذا، سأكون سيناريو سخيف وأقول له اذهب بعيدا. يعني كل الكلام على أنه خاشقجي جاء إلى إسطنبول وذهب إلى القنصلية السعودية لاستخراج أوراق زواجه من خطيبته التي بقيت في الخارج القنصلية ولم تدخل معه، وفي النهاية اختفى داخل القنصلية ومش عارف إيش، وطبعا الإعلام الجزيرة على طول أنه دخل وقبض عليه وقتل وقطع أجزاء وإلى آخره إلى آخر. سيناريو ضعيف ما يستوعب. يعني لنفرض أن السعودية تريد شرا بجمال خاشقجي، لنفرض، يعني معقولة تصير بهذا الغباء وتخليه يجي لقنصليتها وتبقيه في الداخل؟ أكيد راح تصير أصابع الاتهام لها. بالإمكان مثلا إيش اصطياده في أي مكان، في إسطنبول أو في واشنطن التي يعيش فيها، كان يعيش فيها. جمال خاشقجي هو فرد عادي، يعني ما وراء ترسانة أسلحة ولا شيء عشان مثلا يحصل له بهذا الشكل. المشكلة لو مثلا صارت القضية هذه لغير جمال خاشقجي وغير سعودي، غير سعودي، ولا كان انتهت المسألة بشكل أو بآخر، ولكن ها اصطياد. وهذا ما يدفعني إلى أن أقول أن العملية استخباراتية من أطراف أخرى، عملية أنه إيش، أنه يختطف جمال خاشقجي في داخل القنصلية السعودية، هي دق إسفين ما بين السعودية وبين تركيا، وبالتالي توتير العلاقات التركية السعودية. من المستفيد من ذلك؟ قطر.